سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شيء مزيان؟ كنتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير يا ربي، وما يخصكم حتى خير. كنضرب شويه لانني في لابيسين وكاينين الناس حدايا، ولكن يلاه تحت لي الفرصه باش نصور صراحه، باش نمونطي ونلوح الفيديو. ما كنساليش مع الدراري، خرجنا ماشي في الدار حنايا. هاد لي فيديو صورته مقدام ملي كنت عند ماما. المهم تبعوا معايا لا فيديو ديال غريبه ديال اللوز من الاول حتى الاخر. كيف ما كتشوفوا البنات، هنا عندي ثلاثه ديال البيضات، عندي اللوز اللي عقده طحنته مع السكر جوج نص كيلو، كاس كبير، كاس زعما ديال اشعه مزيان مذوبه، خماره، جوج معالق ديال الكونفيتور طحين على حساب الخليط وطبيعة الحال السكر كلاصي شكرا تسند، قرصه ديال الملحه، و زدت عليهم انايا مشمش يابس اللي ما بنينش كلش لكم في الصوره، من بعد غتشوفوه من غادي كتوته هي الكاميرا. هنا كنجمع العجينه ديالي وكنضيف الدقيق على حساب داكشي اللي هز ديال اللوز والمقادير اللي درت، لا خفيفه ولا قاصحه. بعد ما جمعتي العجينه زدت المشمش كيف ما كتشوفوا، يا اللي قطعتو طريفات صغار اللي عطاها واحد المنظر واحد المذاق واحد اللون زوين زوين بزاف. المهم البنات هانتوما بعد ما جمعتي العجينه عطاتني يكون عندي هذا القوام هذا، يعني ما كتحطش في اليد، يكون يعني نقدروا نخوروه بسهوله، يعني ما غاديش نتمحلو معاه. كيف ما كتشوفوا هنكور الغريبة ديالي كلها، عاد غادي ندوزها نسندها في كندوزها كلها الفوق والتحت، كدوز السكر كلاصي، والسكر كلاصي خصو يكون سبيسيال باش ما يتحرقش لنا في الفران. بطبيعة الحال كنفرشو السوبريزو، وعاد كنفعل الفران بعد ما كيسخن كنشعل غير الفوق باش تشقق ليا، حتى كتشقق من الفوق عاد باش كنشعل عليها لتحت شويه وصافي، يعني حتى تبقى بيضه مقطوعه محمره. المهم البنات كما كتشوفوا، باش ما نطولش عليكم هاد الفيديو، غريبه وجدات مشقه واللون واعر زوين بزاف، عطا واحد لا كولور بحال الاورانج، ودوك الطريفات عطا واحد اللذه زوينه زوينه بزاف، واحد المنظر زوين زوين بزاف. غير طاحت لي الفكره وقلت نزيد هاد المشمش، انا كيعجبني الصراحه نضيفو بزاف ديال الحاجات. المهم البنات كنتمنى يعجبكم لا فيديو ديال اليوم، وبالنسبه لي اول مره غادي يدوز القناه ما يفرش عليا بلايك وشي كومونتير زوين، وجربوها جربوها راه زوينه، وما كتجيش يعني قاصحه ثقيله بحال ديال اللوز بوحديتها، كيف ما شفتوا هذه راه نص لوز ونص طحين، ماشي كلها لوز. كيف ما قلت لكم البنات كنسلم عليكم كاملين، وكنبارك لكم العواشر، عواشر مباركه يا ربي، وتعيدوا وتعاودوا كل واحد باش ما تمنى يا ربي، والله يخلي لكم معز عليكم وليداتكم، ونتمنى نلقاكم لا فيديو ديالي الجايه في احسن حال. السلام عليكم.